أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج مع الناس، حلقتنا لهذا اليوم من القشلة، هذا المكان الذي يرتاد إليه الجميع من العراقيين بكافة مدنهم ومن كافة المحافظات العراقية. الحوار مفتوح مع السيد المواطن، لكل مواطن رأي ولكل مواطن مطلب ولكل مواطن قضية. القضايا تطرح في البرنامج على لسان السادة المواطنين، وعلى المسؤولين أن يلبوا هذه الاحتياجات أو المطالب. هذه خدمة نقدمها إلى السادة المسؤولين وقبلها إلى السيد المواطن. هذه المناشدات وهذه الرسائل المسؤول لم يكلف جهده أبداً، بل نحن من كلفنا الجهد وأرسلنا لكم هذه المناشدات. على السادة مدراء الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات، عندما تصل لكم المناشدة لا تهملوها، لأنها هذه أمانة في رقبتكم، ستحاكمون عليها أمام الله عز وجل بإهمالها. هذا الصوت هو صوت الفقراء، نحن صوتهم، نحن بإذن الله سنكون الأمناء على هذا الصوت. من القشلة نبدأ الرحلة، حياكم الله، تابعوا. المشاهدين اهلا بكم مجددا، نبدا حوارنا مع اهلنا وناسنا في القشلة والحديث عن ما يحتاج السيد المواطن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله، كيف الحال؟ عساكم بخير. الله يبارك فيك ويحفظك. اليوم السيد المواطن احتياجات عنده كثيرة، لكن الأولويات عنده شنو؟ الحقيقة بالنسبة لهذا المكان، يعني تقريبا أغلب المثقفين وأغلب الناس اللي يعني التربويين يرتادون مثل هكذا أماكن، لأنه تجمع بين قراءة الكتب وبين الشعر وبين الرسم، لذلك إحنا نجد المتعة في هذا المكان. إحنا طبعا من رواد القشلة التربويين، كل يوم جمعة بالضبط، لأنه نشوف الأجواء هنا كلش مريحة للمواطن. طيب. وحقيقة كل شيء متوفر. التربوي يعني شو استفاد من وجوده؟ التربوي حقيقة يطلع على خاصة الكتب، يعني احنا عندنا يعني حقيقة هواية كبيرة، رغم أنه الانترنت قضى تماما على المكتبة المدرسية وعلى الكتب. زي. احنا نشوف يعني القصص القديمة، الكتب القديمة، نجد متعة بأنه نقتل. أنا يعني كل يعني جاية لهذا المكان شارع المتنبي أقتني كتاب. أما البعض يعني أغلب خاصة الشباب يعني هناك عزوف على قراءة الكتب، ولكن الشاب يريد يسمع شعر، يريد يسمع أغنية، وهذا المكان يجمع كل شيء بالنسبة للمواطن. طيب. نجد متعة كبيرة في هذا المكان. جنابك ما زلت تمارس عملك التربوي؟ نعم، أنا مسؤول وحدة التفتيش التربوي في تربية الرصافة الثالثة، ونائب رئيس رابطة المشرفين التربويين العراقيين. زين، شلون المشرف؟ المشرف الآن بالعكس يمارس عمله على أكمل وجه مع تغيرات المناهج، حقيقة يؤدي دور كبير. هناك الآن امتحانات تمهيدية وتقريبا الأمور ماشية. يعني زين، المشرف أنا ذاك سابقا كانت، يعني أنا ما أعرف وضعه حاليا، فدا نعم. أقول أنا ذاك كانت يعني شخص يرهب، شخص ناوي الثقلة، نعم. شخص عاد ما يدخل إلى المدارس، صح. يكون
الكادر التدريسي والإداري والتلاميذ على هبة الاستعداد و... نعم صحيح. يعني الإدارة تتخوف من هذا الموظف. نعم. اللي هو مشرف هذا ما زال بعد بهذه القوة. والله السؤال يعني دقيق جدا ولطيف أيضا بنفس الوقت. الآن المشرف حتى التسمية مالته الصديق الناقد، يسمى الصديق الناقد بالنسبة للمدرسة، لأنه يقوم ويوجه. نحن الآن ما نتصيد الأخطاء بقدر ما نوجه ونكون صديق ناقد للإدارة ولكل المدرسين. المشرف إذا ما صار صديق ناقد، إذا صار صديق حبيب للإدارة، شلون يصير وضعه؟ أكيد يعني هو صديق. إحنا كنا في التسعينات على أتحسس ما أقدر حتى أتصل عن طريق الهاتف الأرضي، أكو حاجز كان بين المدرس وبين المشرف. الآن لا، علاقتنا أقوى وأكثر مع كل المدرسين يتصلون بنا في كل. بس خاف القرب الزايد يؤذي. أبدا هناك يعني بالعكس، نحافظ على الوظيفة ونحافظ على العلاقة. تمام. بقدر ما هناك موجودة تسمية هي الصديق الناقد. تمام. دائما نكون موجهين، لا نتصيد الأخطاء بقدر ما نقوم عمل المدرس. موافقين إن شاء الله. الله يبارك. وتحياتنا فيك. إلى الصديق الناقد. الله يبارك فيك. ونتمنى أن يزيد نقدكم. الله يبارك فيك. شكراً. شكرا إلى قناة الفلوجة. شكرا جزيلا. حياكم الله. الله يبارك. أهلا. خي تفضل أستاذ، شوي نمون عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال أستاذ؟ ورحمة الله. حياك إن شاء الله خير. تفضل يم هنا خشوق الكاميرا. حياك الله. كيف الحال؟ طبيعي. نعم الحمد لله. حتى لو غير طبيعي أقول طبيعي. ليش نقول طبيعي؟ ما في داخلي هو يأمرني. آه. القناعة يجوز. قناعة. شو تدي سميها سميها. إن شاء الله. رؤيتك للجيل، الجيل القادم، جيل هل يستطيع القيادة؟ نعم. نعم. أيه. فكرت بها هواية. نعم. بس ضمين. دواخله بخطط كثيرة نحو الأفضل لهذا المجتمع. جيد. زين. هاي العملية تكاملية ما بين الأجيال، جيل يقوم جيل تقريبا. بس شنو الأجيال متفاوتة راحتها من قبل القيادات اللي تقودها. قيادات ما خدمت، قيادات نص ونص، قيادات لا تشتغل بالبرة. برة؟ اي. هاي مو عمالة؟ عمالة. وعادي يعني اكو ناس تتفاخر بعمالتها؟ لا، ضدها الشباب، هذا ضد هذه. بس شنو؟ كاختبارات يمر بها المجتمع. ومن خلال هذه الاختبارات يحس وين الصح وين الخطأ. إن شاء الله نأخذ أفضل. شنو النقاط اللي شفتها حلوة بهذا الجيل ممكن أنه تنفع البلد؟ ممكن شنو النقاط السلبية اللي شفتها أيضا؟ الوطنية موجودة؟ موجودة؟ آسف ما أرد أبكي. مفقودة الوطنية؟ موجودة في داخل الشباب اللي تقول عنه موجودة. فاليوم يصير انفجار. صار انفجار. ألمك وضع بلدنا؟ جدا. مجموعة غارية يا عمو، آسف بس هذا البلد يعني غيرنا لغيرنا. احنا علينا الحروب، قضيناها بالشمال، قضيناها بحربنا مع إيران وراحة شباب عمر الزهور. من هاي القيادات ماكو واحد تدمع عينه على هذا البلد؟ نعم، كنا أمل رئيس الوزراء الحالي. أمل كبير بي. أكو ناس تنتهز الفرص لغاية في داخلها أنه مو على حساب العراق. لا، مو على حساب العراق. تريد بوك، تريد تنهب، تريد كذا. العراق أنا ما أرد أذيك. شكرا جزيلا عمو لك، والله يحفظك. شكرا. وشكرا على هاي وطنيتك الأصيلة. شكرا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. جمعة مباركة على مؤسسة الفلوجة اللي تتواصل بيناتنا كل جمعة. جمعة مباركة عليكم الجميع إن شاء الله. المخرجين خلف الكواليس. أستاذ أحمد، عندي ما عندي مناشدة، عندي طلب أطلبه من الحكومة العراقية ومن مجلس النواب. اليوم أنت موظف قدام مؤسسة إعلامية. إذا تغيب يستقطعون من راتبك لو لا؟ أكيد. مجلس النواب شنو شغله؟ ليش ما يداوم؟
مو تعتبر وظيفة هي مجلس النواب؟ مو خدام للشعب؟ لو يداومون ليش ما يداومون؟ ماكو، بس من يصير جلسة يداوم يجي النائب. أربع سنوات خلاص خلصوها سخته وقعدات. هو عملهم جلسات ترى يعني. ماكو، لا سوي قوانين تخدم المواطن. أستاذ أحمد، إحنا من انتخبنا انتخبناهم هم مؤمنين على الشعب العراقي. شلون هالسماءنا؟ سماءنا بيد أبو ناجي. وأرضنا بيد الإيرانيين. إحنا إلى متى نبقى مصيرنا هيك؟ يعني بشافة كان ذاك مشجع رايح مشجع على فلاي بغداد. والله ماكو عليه حذر، راح علينا التذكرة وراحت علينا الشغلة كلها والتشجيع المنتخب راح. ليش؟ صار هاي بكل بلدان العالم أنا أرد أسأل رئيس وزراء. يعني شركات الطيران مراضين عليها يا دولة رئيس الوزراء، صايرة بدول بالعالم يجيها تليفون ووقفون الطيران. هاي سؤالي لك موجه، أنا مواطن عراقي ومن حقي أسألك ومن حقي أشوفك أحكي وياك. صار هاي بكل دول العالم يجي تليفون على برج المراقبة يوقفون الطيران مال العراق كله، ما صاير هاي. أخي إحنا بلد بيد الدول، دول هي تحكمنا. إلى متى إحنا نبقى هيك أستاذ أحمد؟ صار قصب بالمشتل نستنكر، صار قصب بالش اسمه نستنكر. القيادات صار وينها؟ قصب صار قصب الرئاسات وينها؟ صار يا أخي مملينا من هالشعارات، ملينا. فتحوا صفحة جديدة، كافي عمي، ما نريد حرب، ما نريد حرب عمي، كافي فتحوا صفحة جديدة. أنتم جيتوا تحفظون سماء العراق وأرض العراق، شو لا السماء محفوظ ولا الأرض. إلى متى نبقى هيك إحنا؟ احنا نشكر دولة رئيس الوزراء متواصل وجاي يشتغل. احنا حقيقة يعني انا احكي الامانة، انا لا موظف ولا انا رجال كاسب، من 2003 الى يومنا هذا ما شفنا خدمات، بس من اجى دولة رئيس الوزراء شفنا الخدمات، شفنا شوارع وطرق. هذا شيء رحم الله والديك بارك الله بك، بس اكو شغلات سلبية واكو شغلات ايجابية. تمام، ليش هيك جاي تاثرون على البلد؟ يعني العراقي يعني حتى بمطار بداخل الاراضي مهان، ليش؟ انا اشكرك، حياك الله، وصلت الصوره. شكرا جزيلا لمؤسسه الفلوجه. ممنون جزيلا، تحياتي. اهلا اهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. يلا صباح الخير. حياك صباح الخير. صباح الخير عليكم على مشاهدي قناه الفلوجه وقائد قناه الفلوجه. جمعه مباركه ان شاء الله عليكم على الجميع. الله يسلمك. كيف حال المواطن العراقي؟ بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الوضع المعيشي للمواطن العراقي، البعض يتحدث عن يعني تردي الوضع المعيشي، سوء الوضع المعيشي. المواطن العراقي بنسبة، يعني مو الكل بنسبة، لكن نسبة ليست قليلة، وضع المعيشي صعب. والله أستاذ أحمد، الوضع المعيشي كلش صعب، مو صعب. صعب. الغلاء المعيشي والخدمات، بعض الخدمات المتردية. البنى التحتية تعبانة، المحافظات. إحنا من محافظة بابل. بابل. كلش الوضع تعبان عندنا محافظة بابل. سووا لكم كورنيش بابل بعد؟ بس الكورنيش بس؟ الحمد لله. وسووا لنا جسر مشاط بس. هاي الانجازات لله. هاي الانجازات اللي عندنا. الجسر 15 سنه يكمل. محافظه تربط بغداد بمحافظات جنوب الفرات، فرات والوسط. زين شلون مدينتكم ما معمره؟ هاي عندنا عندنا بس هذا شارع 60 تقول ممر المحافظات. هاي من السقوط لحد الآن، سقوط النظام لحد الآن، يشتغلون يحفرون يضمون يحفرون ويرجعون. هذا الشارع الشهير اللي هذا الشارع الشهير عندنا محافظة بابل، شارع 60 بس. تمام، كل شيء ما عندنا خدمات الحمد لله. هاي انتو المدينة، وسط المدينة هي على وسط المدينة. هاي احنا حتى ساكنين وسط المدينة، ماكو خدمات. ماكو خدمات، ماكو رصيف، ماكو، يعني تعبان الوضع كلش تعبان، وخاصة الكاسب. عندكم محافظ جديد لو تبدل؟ لا يعني هو تبدل لو جاكم واحد؟ هم نفسهم القدماء. ايه تجددوا؟ صارت الانتخابات ما نعرفهم. انا ما ادري محافظ بابل تجدد لو جاب بداله واحد؟ لا هسه نفسهم هم. حلو، خير ان شاء الله. نفس المحافظ القديم من 2003 لحد الان هو نفسه. نفسهم يتغيرون، بس البوسترات مال الانتخابات تغير. الله المستعان، شكرا جزيلا. الله يسلمك. حياك الله، تحياتنا للحله واهلها. الله يسلمك. كل اهل الحله. الله يسلمك استاذ. اخرنا الاستاذ. انا امون عليك استاذ قبلك. السلام عليكم. يلا خلاص، السلام عليكم. تهلا يا زمان. شلون الصحه؟ الله يحفظك. سلام. الله يحفظك. شلون صحتك؟ امورك الله يحفظك. جمعه مبارك عليك وعلى كل العراقيين. الجميع الجميع ان شاء الله. شنو اليوم الاشياء اللي تحتاجوها من اعضاء مجالس محافظات؟ شو تريدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالرغم ان مجالس المحافظات هي يعني تكون قريبه من المواطن بتماس مباشر، طيب لكن احنا جربناها بالفترات السابقه
ماكو فد شيء لهم يعني مؤثر، سواء انه مثلا بس كتاب التأييد تاخذ من مجلس المحلي، يعني ماكو شيء مؤثر. يعني مثلا ما بيدس مثلا امكانيات مثلا تنفيذيه مثل الوزير او المسؤول. هلا سلطه رقابيه قويه. نعم. إيه؟ ولها دور هيكون لازم، المفروض هو هذا بس. المفروض وشوف هسه احنا العمل اللي بدا به السيد رئيس الوزراء المهندس محمد الشاه السوداني، برغم مرور سنه وشويه عن توليه رئاسه الوزراء، ولكن يعني لمساته باينه للعيان، ورئيس الوزراء الوحيد اللي وعد الناس ونفذ، والدليل انه تشوف يعني اكو امور على ارض الواقع، من مجسرات، من تبليط، من مجاري، من غيره. الناس ما عندها نسبه رضا عن هاي الانجازات. ما عندها. الشعب العراقي بعد. استاذ احمد، الشعب العراقي يستعجب دائما. يعني اكو مقوله نور سعيد يقول الشعب العراقي مثل الفوار، فور وينزل يعني بدقيقه يصير عصبي وبرد. يعني صار له 21 سنه، شنو يعني 21 هو مستعجل؟ ذولاك قبل هذا رئيس الوزراء ما مدوا وديهم واشتغلوا شغل بحق يعني ضمير. طيب. هذا الرجل اجى جايب ضمير، انا لا عنده مسؤول اشتغل انا ولا وزير ولا مسؤول، ولكن احكي ضميري لله، والمفروض ندعم هيك شخص، ندعم ويسند ويتآزر ويتعاون وياه، برغم هسه احنا نشوف المجسرات الناس هم تحكي انقطع الطريق وتأذينا وتعذب، يعني شلون يسوي المجسر قبل عدى عصا موسى يسوي مد ايده ويسوي المجسر غير لازم يتحمل. صح. من اجل مثل البناء شلون يكون؟ مو بيوم وليله يا استاذ احمد. فالمفروض من الناس تساند هاي الخطوات ونطالبه باكثر ونتمنى له الموفقيه ونساعده وندعمه ونشجعه، هو رجل يعني ما قصر، ورجل ابن الداخل، الوحيد هو ابن الداخل اللي يتولى رئاسه الوزراء. تمام، حياك الله. الله شكرا. الله شكرا شكرا شكرا. اهلا استاذ. حبيبي العفو. حياك الله. حياك الله. الله يحفظك. اوكي. شلون السيد المواطن؟ حبيبي الغالي، اولا في البدء تحياتنا لقناه الفلوجه، قناه العائله العراقيه. حياك. وشكرا للكادر الذي يتحمل عناء السفر والمتابعه والتواجد اليومي، وهذا شيء جميل ومشرف ولطيف من اجل ان اللقاء بالمواطن والبحث عن حلول لهواي امور وهواي مشاكل. وتعرف أستاذ العزيز لا تعليق حول الوضع الآن، لأنه حقيقة كل مواطن عراقي هو بمثابة سياسي، لأنه المواطن العراقي مواطن شهم وراقي وبطل وضحى وأنطى شهداء وأنطى جرحى وأنطى ما أنطى العراقيين من ذاك اليوم لهاليوم. زين. بس مع الأسف المهم احنا ما نتأسف، لأنه احنا مو أصحاب قرار. زين، لكن استاذ العزيز هي التركه ثقيله جدا، فنسال من الله التوفيق للحكومه وللسياسيين ان ينصفون هذا الشعب. سؤال. المعطاء، الشعب المثابر، الشعب اللي اثبت جداره في كل الامور، بالثقافه، بالفن، بالعلم، بهواي امور، فهذا الشعب ما ممكن ان يضام. زين، انا اريد اسالك سؤال استاذ. تفضل استاذ. انا كلمه او جمله التركه ثقيله سامعها يعني بدايات دخولي للاعلام من 2012. نعم. هذه اليوم المواطن ليش يعطي تبريرات؟ نعم. ليش يعطي تبريرات السياسيين؟ من تقولون تركه ثقيله اللي بعدها ايضا حتقولوا له التركه ثقيله، واللي بعدها حتقول السيد حيدر العبادي قلتم. نعم. التركه ثقيله. نعم. بعد ان دخل، بعد ان راحت الميزانيات وتواجه مع داعش. نعم. العراق. طيب هذه التركة متى تخف إذا كل مسؤول نقول التركة ثقيلة؟ أنا قلت لك بالبدء أستاذ العزيز، قلت لك إحنا مو سياسيين ولا إحنا أصحاب قرار، هذا جانب متروك للدولة، يعني رئيس وزراء، الرئيس وزراء الآن إحنا نعيش الديمقراطية والحرية مو؟ جيد. وصار النظام أربع سنوات مو؟ عايش الحرية إن شاء الله؟ إن شاء الله. أنا إيش أستوي يعني إحنا المهم يعني وين نروح مثلا؟ هذا سؤال تحرجني به. خلينا نكون واقعيين. لا يعني. أنا من قلت أنت تقول ليش تركة ثقيلة؟ أنا أقول لك أستاذ العزيز، من زمان الشعب العراقي يعاني مشاكل بدون حلول. هو شو يريد المواطن؟ المواطن يبحث عن الأمان والاستقرار والخدمات. صح. هذه ما ممكن العراقي يستوردها، هي كلها موجودة متوفرة، من مقاولات، عندنا مقاولين، عندنا شركات ما شاء الله، عندنا هواي امور ما ممكن نستغني ولا نستورد من اي دوله، كلها متوفره، بس انت تجيب الشخص اللي يعيش هذه التفاصيل
ويتابعها وينفذها. تمام أستاذ العزيز، أنا أشكرك والله، أحفظك. أشكر قناة الفلوجة حياك على هذا اللقاء. شكرا. وإحنا الآن في القشلة وفي المتنبي، وهذا اليوم الجمعة الجو المشرق الجميل، وإن شاء الله يستمر الجمال في بلاد الجمال. آمين إن شاء الله. والثقافة شكرا. والفن، وأن يحفظ شعبنا وناسنا ودولتنا وكل إنسان يغار على هذا البلد المعطاء. هذا البلد صاحب تاريخ وحضارة عمرها 6000 سنة، ما ممكن أن يفرط به حقيقة. هذه ما ممكن أن يفرط به، أن في كل دول العالم ينظرون بنظرة ثاقبة للعراق. صح. لفنان العراق، لمثقف صح. العراق، لعالم العراق حقيقة. يعني نطلع برا، إحنا نطلع برا نخجل. يعني تراجع، أنت تراجع مستشفى تلقى الدكتور عراقي، مو تلقى صح. العالم عراقي. تمام زين، أنا أشكرك لأن أنا داخل العالم. العفو، أنا أعتذر على الإطالة لأن أنت حقيقة. المهم شكرا لقناة الفلوجة الراقية، قناة العائلة وللكادر. حياكم الله. أهلا شكرا. خلينا نشوف العائلة. السلام عليكم أستاذ، تفضل. حياك الله. شلون الصحة؟ الله يسلمك. تفضل هنا. شلون البطل؟ زين. شو اسمك؟ أيوب. أهلا أيوب. أيوب؟ لا غيث. غيث. شلون صار غيث؟ زين. شلونك بالمدرسة؟ كل زين. زين؟ زين. من اختار اليوم المتنبي والقشلة؟ أنت لو بابا لو ماما؟ أبوي. أبوك اختاره؟ زين. تحب تطلعوا يا بابا؟ إي. جيد. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحة؟ الله يسلمك. أبو غيث سولف لي، شلون طلعوا يا العائلة؟ والله هي ماكو أحلى طلعة ويا العائلة. عليه أنه المدام موجودة؟ لا لا، بس هو يعني هي حياة ثانية. زين، أنا أشوف الرجال يحبون الخروج مع أصحابهم يعني. لا يا سعى لأهلك وسعى لأهلك والأصدقائك. جيد. إيه، ومتنفس هو الوحيد هسه الموجود كثقافة كحب معرفة. واحد ينمي التنمية اسمها ثقافة الأطفال. زين، ضروري أنه يعني خال بحساباتك أنه مثلا يوم غيث هو أو كبر تعلم شنو هذا المكان، شنو تاريخه. إيه، علمه على تاريخ الوطن، حتى ننمي يعني شلون نقول غيرته على وطنه، شلون يحامي. او هذا الشيء متوارث لازم الاجيال يعرفوه. يعني تاريخ وطنه شلون صار، حتى من يطلع برا او شوف الثقافات الغير يعرف شلون يتناقش او شلون يوصل فكره. طيب الغير، احنا انا عندي سؤال بس ما بي تنبؤ، بي توقع. ايش تتوقع لهذا الجيل؟ الجيل هذا اتوقع حينحسد من غير الدول. ينحسد؟ اي بالخير ان شاء الله. بالخير يا الله. يعني اللي ما شافه، اللي نقول بجيل السبعينات، ما احكي جيل الثمانينات والتسعينات، يشوفه هذا الجيل يا الله الاحسن. زين زين، اعطيت جرعه امل لليوم للمواطن. بعض يتخوف انه يكون وضع سيء. لا بالعكس، انا اتوقع الاحسن. اكو تغيرات ومبادرات تغير تصير ان شاء الله. هذا اتمنى ان شاء الله هذا توقعك يكون في محله ان شاء الله. انا اتمنى يكون يشوفون احسن من احنا اللي شفناه، او يعيشون احسن. صح صح، هذا اللي اتمناه. تمام كل شكرا. شلون المدام؟ الحمد لله. صحة. الحمد لله. اكثر مكان تحبيه بالمتنبي وين؟ والله هي هاي ساحة القشلة كلش حلوة. طبعا هي اجواء بغداد كلش حلوة، يعني استرجع ذكريات من انا شفت هنا بالكلية. حلو. كنت أداوم بالجامعة المستنصرية قريبة كلية الهندسة، فهسه يعني مجرد ما أنه بس فتت بالشارع يعني جتني ذكريات كلش حلوة ويا الطلاب ويا الدراسة. أجواء بغداد كلش يعني حلوة. كان جروبكم يجي لهنا؟ يعني همنا إيه همنا يطلعون، بس هي عامة بغداد كلش حلوة، خصوصا الجمعة. شو الواحد همنا يغير من نفسيته، يعلم أطفاله هسه. يعني مثلا أنا من أجل هنا أعلمهم مثلا هاي الساعة أكو شعراء. حلو. مثلا هسه هم سألونا على التمثال مثلا مال الرصافي وعلى المتنبي. أبو طيب يعني متنبي. اكيد لازم نعلم الطفل على هاي الاشياء. جاي هاي مهمتكم انتم النساء ايضا الامهات يعني. ايه حلوه الاجواء. يجوز الرجل مشغول بانه يشتغل ويجلب. ايه بس هو والله يسال الطفل يسال اكيد. صح. احنا نهمنا نعلمه اكيد، هذا واجبكم. شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك. هاي العائله المرتبه. شكرا غيث. شكرا استاذ. الله يسلمك. اهلا ست، نورتوني. هلا خلت تجي، خلينا نجي النساء. مرحبا ست، تفضلي هنا. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يحفظك. شلون هالمراه العراقيه؟ تفضلي هنا بس خلينا نشوف. شلون هالمراه العراقيه؟
والله حافلة بالخير المرأة العراقية، تعرف يعني المرأة العراقية مثابرة بكل الأوقات. جيد تمام. في المنزل المرأة مثابرة أم في العمل؟ والله كل المكانات مثابرة، سواء كانت ربة بيت، مثابرة بتربية الأطفال، يعني تكون سند الزوجة إذا كانت ربة بيت، وتكون سند طبعا الأولاد إذا ربيت، يعني المرأة هي تكون العاتق الكبير عليها بتربية الأولاد. أها زين، إذا اشتغلت شغلتين تفشل المرأة؟ لا، إذا اشتغلت في البيت وفي العمل؟ لا مستحيل تفشل المرأة، يعني إنسان قدامك، يعني عندي أولاد وبنفس الوقت يعني عندي شغلي كمهندسة، وبنفس الوقت يعني أنا فنانة رسامة ما شاء الله. أي الله يسلمك. شلون تلحقين؟ ألحق، اللي يرتب وقته يلحق. إيه جوز عندك مثلاً عاملة نظافة؟ أبداً، أنا عاملة بيتي، ما أحب أجيب واحد يخدم. ما أحب تحبين تجيبين عاملات أجنبية بالبيت؟ أبد لا ما أحب. ليش؟ يعني أنا حتى حافظة كل ركن بركان البيت. الموضة صايرة نحو ال. ما لي علاقة بالموضة، الموضة أكو موضة تكون لها إيجابيات وأكو موضة لها تكون سلبيات، أنا يعني ما أشوف والله سين من الناس جاب عاملة أنا أجيب عاملة، يعني دائما أنا أشوف إنه تكون المرأة لازم تكون قريبة لأهل بيتها، تكون قريبة لأولادها. وشفت مقطع بالتوك توك واحدة من العاملات الأجنبية سافرت خارج يعني رجعت البلدة فلبينية أتصور، الأطفال يبشون عليها مو على أمهم. صح. أي يعني هذا تحس بالقلم، يعني إنه هو الطفل يبكي على عاملة مو يبكي على أمه. والأم تعرف اللي تربي واللي تخلف، وبالتالي فقدت أمومتها بهذا طبعا الوضع. أكيد يعني. أكيد تمام، بناك موافقية. شكرا جزيلا. وأنا في البرنامج. الله يخليك. مرحبا استاذ. مرحبا استاذ احمد. يوم المواطنين يحبون هاي الجهه. الله يبارك فيك. شلونك؟ شلون صحه؟ حياك الله. شو اخبارك؟ الله يبارك. احنا طبينا على الجو، اول شيء جمعه مبارك علينا وعليكم على قناه دجله، العفو قناه الفلوجه المحترمه. شكرا. عفو. عندي مداخله شعريه. تفضل يلا. هاي العدد شعر، هاي المايك لك. لا 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 انت وياي. دز من المايك. انا وياك اتفاعل مع الشعر. بس انت وياي انا متذوق شعري. شعبي لو فصيح. لا لا شعبي. شعبي حلو. اول شيء طبعا تحياتي للشاعر يحيى العلاق السيد. هي. الله يحفظه. سيد يحيى العلاق. اي الله يحفظه ان شاء الله. رجع من العمره. الله يبارك فيك ان شاء الله. اي هاي قبل كنت افوت من يوم بابيتهم لمده سنتين، فايست الحاصل عاد الحبيبه. اي فوديت عليها عالم زين، ورا فتره رجعوا لقيت الوجوه مقلوبه مغندبه. الحاصل اجى هنا السيد طبعا تحياتنا له شاعر يحيى العلاق زين، كتب عنوان القصيده ما بين الحب والكبرياء، يقول تاخرتوا علي طولتوا يما قلقتوني شنو الشغله المهمه، احكوا لي ايش قال ما قال، شن بثيابكم ريحه مذمه، صرت ماضي ونسان وما اهمه، انتهى كل شو يريد بريد ذمه، ها ندخوني ذاكرتي مرات رحمه الواديكم هو شو اسمه حمودي، أنا تخوني ذاكرتي مرات رحمة الواديكم ذكروني باسمه، حسبالي يجيني الخبر وانهار، وسبع سنين أظل عايش الصدمة، أمشي على النهر أقضيها صفنات، أحب ضي القمر وتحبني نجمة، نجمة. وشخبط على الرمل وابنينا تمثال، وظل لبش وتجي الروجة وتهدمة، ويملون أهل من الأطباء يتجهون بي على الأئمة، بس هو صدق ما قال مشتاق؟ أي بعد انتقاله هنا. لا لا صدق هو ما قال يشتاق. لا يشتاق مو فد، هي قسمه شبيها عيوني يبكي اللاحة تراب، ما باجي عسب هاللحظه تدمع من يومهم فتتي، يعني وصار استاذ احمد. اي وصار حضره المنطقه مسجلها باسمه، قعدت ببابهم قلوا له غلطان، وقع مني دمع دنك تلمه، ولو طالع مسلم ما احاكي، بس بقلبه اقول الله يسلم. تتوقعون اريد الصالح وياه؟ أبد. بشرفكم تالي عمرك سر لي كلمة. الشايف روحه أتنازل وراضي. إذا راضيت أقلكم وين أعزمه؟ وين تعزمه؟ أنا الخوز المماطخ راس. لكن بالعشق. مو خوز زلمة. مو خوز زلمة. تحياتي لكم وسلامتكم. الله يبارك فيكم. شكرا لصوتك. تحياتي للشاعر الكبير يحيى العلاق. شكرا نورتني أستاذ. تسلم تسلم أستاذ العزيز. أهلا حادث. أهلا خالدي. ايه تحياتنا للزميل علي الخالدي مقدم برامج والشفاء العاجل، الله يشفي ان شاء الله على الخالدي. الزميل عمار تحياتنا لكم القناة الشرقية. ايه الله يشفي على الخالدي ان شاء الله، الله يطيبه ان شاء الله. شكرا لك، انت طيب.
الله يشافيه ويحبوك الاعلاميين ان شاء الله يطلع بالسلامه ان شاء الله. يحبوك الاعلاميين هواي الاعلاميين والله احبه كلش والله زين الخالدي يلا الله يشافيه الله يشافيه يشافي. شكرا شكرا يا طيب تحياتنا الى كافه الزملاء الاعلام وفاصل ونرجع لكم ما زلنا في القشله حياكم الله. زلنا في القشلة وحديث المواطن. كل مواطن وعنده رأي، كل مواطن وعنده ما في داخله من ألم، كل مواطن وفي داخله غصة، كل مواطن وله قصة. أما بين هذه القصة وتلك الغصة، أتمنى أن يكون العراق بخير، وأتمنى العراق المتمثل بالمواطن العراقي أتمنى أن يكون بخير. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة؟ الحمد لله. شلون المواطن العراقي؟ مواطن العراق بخير، نتأمل الخير إن شاء الله. يا الله كنا نتأمل الخير إن شاء الله بهاي الحكومة إن شاء الله، ونسأل الله أن يعم الأمان والأمين والسلام على شعبنا وعلى بلدنا إن شاء الله. إن شاء الله. شنو اللي تريد أنت اليوم كمواطن عراقي؟ شنو المطلوب من الدولة أن توفرها لك؟ أطلب من الدولة بس الإعمار والخدمات وراحة البال للناس والسلام. الوضع الأيام شوي متأزم، نريد أن يعم السلام أكثر وأكثر إن شاء الله. شبيه متأزم الشعب؟ أنا هل تعرف الانتهاكات والأمور إن شاء الله أن يصلح. هاي تأثر علينا هاي الضربات؟ طبعا طبعا هواي هواي تأثر، لأن إحنا قطعنا خطوة وقطعنا شوط كل الجميل، وهسه يعني جاي الأمور تتضعضع. بس أسأل الله أن ينصلح الحال نحو الأحسن إن شاء الله. في أي منطقة ساكن؟ أنا بغداد. وين بغداد قصدك؟ بغداد البلديات. شو الوضع الخدمي البلديات؟ لا الحمد لله جيد جيد جدا، والعمار جاي. أنتوا على أي بلدية؟ إحنا على بلدية الغدير. الغدير. إي نشكرهم جزيل الشكر، جاي يعملون وبأمر الدولة وبأمر الخدمات والعمار الجديد. إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتنا لك. أو حبيبي. شكرا. يا مرحب. أهلا أهلا. مرحبا أستاذ. سلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. من أي منطقة أولا؟ حي القاهرة. القاهرة. بلدية العظمين. نعم. شلون الخدمات عندكم؟ والله زينة. ما مقتنعين 100%؟ لا لا زينة. زينة؟ زينة الحمد لله. زين. شنو اللي اليوم يحتاج المواطن العراقي؟ أو البغدادي أيضا خلينا نحددها. حاليا موجودة متنزهات، موجودة مناطق ترفيهية، خلنا نقول اللي يحتاجه شو أقول لك يعني هسه نجي مثلا هاي المتنبي قبلة المثقفين صح، فشيء ترفيهي يعني جميل جدا جميل، ونتمنى يكون يعني بهالمتنبي فتكون مسرح يعني كل جمعة حبذا لو يكون مثلا مسرح كل جمعة أو فشيء حلو يكون بهذا الشيء. اثنين بغداد هسه حاليا ازدحامات هواية، ولو يمكن هالاختناقات المرورية المشاريع الموجودة هسه حاليا يعني ما شايفة لحد الآن يعني بعد ما مستفتحها خلينا نقول، بس محتاجة أكثر المناطق السكنية تكون مدن سكنية خارج بغداد على أسوار بغداد على يعني خارج بغداد مدن كاملة، وحبذا لو يكون مثلا تنقل بها بعض الوزارات على مود المراجعات وهذا يكون خارج بغداد تنقلها، يعني مثلا تجربة مصر المدينة الجديدة خلي مدينة جديدة، يعني خلنا نرجع للتاريخ بغداد الجديدة ليش سموها بغداد الجديدة؟ كانت بال56 من سووها كانت خارج بغداد، شلون مصر الجديدة نفس الشركة بس
ثورة 14 تموز من صارت تقريبا ما كمل المشروع، وهو المشروع كان عن نصف شرق يعني بغداد الجديدة. فحبذا لو صار مثلا هسه الحسينية هم منطقة بعيدة، هاي المنطقة الموجودة بين الحسينية وبين بغداد لو تشتغل مثلا كمناطق سكنية عبارات سكنية يكون أحسن. هذا رأيي إن شاء الله. شكرا. أنا لك طيب. نورت. تستمع. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيب أستاذ. كيف الحال؟ حبيب روحي. حياك الله. الله سلمك. شلون جولتكم اليوم؟ والله جولتنا حقيقة مع زميلي الأستاذ. إن شاء الله. أهلا أستاذ. الله يحفظك الله يبارك فيك. نريد نتعرف بجنابكم. نجم من نجوم العراقية. الله يحفظك. أستاذ كريم من أقدم مصورين. مصورين للفيديو يعني سواء كان التلفزيون العراق ما شاء الله حلو. والآن هو رجل متقاعد وأيضا يشتغل بنقابة الصحفيين العراقيين، يعني غني عن التعريف. الله يحفظك. وجنابك. أنا رزاق لقيل مراسل قناة العراقية. تشرف أستاذ. أنت الشرف. حياك. أنا زميل أم سابقا الآن. صح. أنتوا في الفترة الذهبية نسميكم. بعد ممكن. شباب استاذ بعد لا لا الفتره الذهبيه اللي اقصداني اللي مع الاحتلال اللي كانت القنوات قليله بالضبط هو في وقتها كان الانترنت يعني هم بالنسبه استخدامه من قبل الناس كان محدود، فكانت القنوات التلفزيونيه لها حضور يعني في الشارع العراقي، خصوصا القناه العراقيه كانت الاولى هي والسباقه سبقت كثير من القنوات المحلية الأخرى، فحقيقة صار عندنا حضور بالشارع العراقي في السنوات الأولى، إضافة لهذا إلى أنه إحنا واكبنا العملية السياسية وأيضا العملية الأمنية خلينا نسميها، لأن عمليات التحرير اللي بدت من أيام القاعدة ومن ثم داعش وعمليات التحرير بالموصل بصلاح الدين بالأنبار كلها تحملت عبئها قناة العراقية وقدمت المادة الإعلامية للشعب والمواطن العراقي وأيضا كانت مصدر معلومة لكل القنوات الأخرى. زين الصحفي في مجال السياسة يقال أنه يكون أفضل محلل سياسي خاصة عندما تكون خبرة عند طويلة، استغليتها هاي وحولت إلى التحليل السياسي؟ ممكن يعني ممكن احنا الان لازلنا يعني على ملاك شبكة الإعلام العراقي واحنا كموظفين حكوميين ملزمين بالقوانين والتعليمات اللي صح. تحكم شبكة الإعلام العراقي وعليه يعني الآن ربما المجال ما متاح لنا بشكل واسع لكن بالأيام المقبلة إن شاء الله. فعلا هذه الخبرة كبيرة ممكن حتى بعض الداخلين إلى مجال السياسة الجدد ما عندها الإمكانية اللي عند الصحفي. أكيد. المعلومات. أكيد أكيد الإعلامي أولا بالبداية هو ترمومتر المجتمع يقال هكذا يقال. ثانياً أنت احتكاكك بالناس بالوسط السياسي بالوسط الإعلامي يولد لك كمية من المعلومات. الآن أنا أعتقد أي مراسل في أي قناة كان لديه من المعلومات تفوق ربما عضو مجلس النواب العام. يعرف من كل شيء شيء. بالتأكيد بالتأكيد. شكراً جزيلاً. شكراً لك حبيبي. أتمنى لك إن شاء الله يكون يعني هذا دوام الازدهار دوام هذا العطاء. بالتوفيق. يحتاج. بالتوفيق لكم أنتم الشباب. شكرا. انتم الان هي الملعب ملعبكم. الله يحفظك حبيبي. خلينا نحكي على الجانب الفني. الفني نعم. شلونك استاذ؟ الله يخليك شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يخليك. على في اي فتره كنت تشتغل؟ انا حقيقه في فتره التسعينات هو حقيقه صار اكثر من 50 سنه ما شاء الله مزاول التصوير. حلو. وبالاضافه حقيقه نفتخر ويفتخر العراق مصورينا لانه ابدعوا في فترات سابقا وحاليا. يعني صارت مسابقات مثلا بما انه ذكرت موضوع الفني مسابقات دولية أنا من فضل الله يعني حزت على الجائزة الأولى ما شاء أو جائزة البوليتزر من جامعة كولومبيا الولايات المتحدة الأمريكية. حلو. وهذا فشيء حقيقة فخر نعم للعراق باعتبار مصورين عالميين وعندهم باع كبير جدا بالتصوير تنافست وياهم أخذت الأول عليهم. بالإضافة إحنا كمصورين حقيقة نصير قريبين جدا علينا على على يعني المجتمع صح. العراقي يعني من متصور كذا يعني يكون دائما لربما نشكل خطورة على نفسنا في حالة في حالة نعم في حالة الأحداث تكون خطورة علينا صح. مع ذلك احنا ننقل الصورة علما للمشاهد المتلقي معاناة شعبنا معاناة اللي يصير وبالإضافة الشيء الجميل في بلدنا خصوصا هسه الإعمار اللي موجود حقيقة إذا كان بما أنه أنتم قناة فلوجة العزيزة الغالية أنا حقيقة أصدقائي وزملائي من محافظة الأنبار كثيرين وبالإضافة يعني كل المحافظات أحتز بيها يعني نشوف الإعمار أنت ترتاح يعني مو بس أنا الشخص البسيط
يرتاح من يشوف جسر، من يشوف شارع مبلط، من يشوف كذا. أظن كل هني يولد شيء راحة عند الإنسان العراقي. صح. بالحديث عن التصوير عذرا المقاطعة، فضل. يتفق يا أستاذ رزاق ولا المصورين أحيانا يكونون أقرب إلى الخطر من عندنا؟ نعم بالتأكيد، يعني هو المصور هو العدسة، هو العين الثاقبة، هو ناقل الصورة، يعني شيء ما يختلف عليه اثنين. لكن بالفترة الأخيرة يعني السنوات الأولى بعد التغيير 2003، يعرف أستاذ كريم المراسل هو ملازم للمصور. صح. يعني صح، أصدقاء أحيانا يكونون علاقاتهم حلوة أكيد قوية. أكيد هم واحد، لأنه الصورة وخبر وياها. العفو أقاطع الأستاذ، الصورة والخبر تولد فشيء يعني عد المتلقي، فشيء يعني أنه توصل له الحقيقة اللي موجودة. بس مهمش بعد 2003 حقيقة. شوف ما أعطي أهمية عالية المهمش. أنا ليش قبل شوية ذكرت، يعني لو شوف شنو الاستقبال اللي صار بالخارج من الإمارات لما وصلت استلمت الجائزة هنا، يعني هو مو مهمش، لكنه الواقع العراقي ما واصلين للقمة بالرغم من أفضل مصورين العالم بشهادة الأجانب اللي اشتغلنا. أنا كنت أشتغل في وكالة الأسوشيت بريس، وكالة الأي بي، يعني بشهادتهم أنه يقولون إحنا تفاجئونا الصورة تخلوها هي تتكلم، الصورة هي اللي تتحدث، تجاسفون تجيبوا لنا صورة يعني بين الحياة والموت. يا ما حقيقة إحنا تعرضنا إلى خطورة، يعني خصوصا الفلوجة. أنا كانت تور مالتي أبو غريب فلوجة رماد، وتعرف كانت ملتهبة كذا، مع ذلك أروح وأنقل معاناة شعبي. يعني المصور حقيقة دائما يكون عاطفي كثير، مثل أسوة بالمراسل. ليش؟ لأنه ينقل حقيقة بلده، من يتعاطف ويطفي وكذا. كثير من المشاهد إحنا مو بس أنا، زملائي نشوف نفسنا يعني نتفاعل ويا المشهد قبل ما يوصل للمتلقي، نبكي يعني أسوة نشوف المشهد يعني المرعب الكذا، وتدري إيش مر على بلدنا. بس الحمد لله والشكر الآن أنا اللي لمسته. عفوا أستاذ كريم، يعني أنا اشتغلت سنتين ببيروت كمراسل العراقية، اللي لمسته أنه المتلقي أو المشاهد العربي أولا حقيقة الإعلامي محط إعجاب بالنسبة لهم، احترام عالي. عملت أكثر من تقرير بهذا المجال، يعني كانوا يتفاجئون ومعجبين ومستغربين أنتم شلون تعملون بظل هذه الظروف، خصوصا الظروف اللي كانت موجودة 2004-2005 أيام الطائفية وأيام القاعدة. كان شلون أنتم تشتغلون؟ نحن يعني نشتغل ونروح ونرجع للبيت بشكل طبيعي. فحقيقة الإعلام العراقي رغم أنه الفترة ربما يعني هي فترة انفتاح اللي صارت بعد 2003 إلى حد يومنا هذا فترة قصيرة، لكن أبدع الإعلام العراقي، وإن أكو أيضا سلبيات هناك. أكو فوضى الآن، أكو دخلاء ويراد فلترة، أكو دخلاء وأكو فوضى إعلامي. نتمنى يعني نتمنى مرور الأيام تصير فلترة والإعلام العراقي لازم يبين. هو سباق طبعا. بالمناسبة التلفزيون العراقي سابق، يعرف أستاذ كريم، سابق كل تلفزيونات المنطقة طبعاً. احنا سابقين مصر تأسيس التلفزيون العراقي 56. أنا بس تعقيبا عليك أستاذ، تدري منو الدكتاتوري بالكادر؟ الدكتاتوري المراسل. مراسل يعني دكتاتوري بوجود إذا حصل التفاهم. إذا حصل التفاهم أصلا المراسل يدور هنا يغير يضيع. إذا أكو مصور محترف ما تحتاج بعد من شيء. لا هو أعتقد قصد مالته أنه المصور هو يسموه خلف الكواليس، ينقل كل الحقائق لكنه مو بالصورة. المراسل يطلع ويشوف هسه أستاذ رزاق نجم من مصورة هواية ومصورة مو تمام. يعني هسه أنا شفت من خلال يعني جولتنا هنا بالمتنبي كثير من الإخوان يجون يسلمون علي، ما معنى نجم. صح. أكيد أنتم هم نجوم إن شاء الله. الله يبارك فيك. أكو فت حقيقة، إحنا نشكر طبعاً كل المؤسسات اللي راجعها حقيقة، إذا كانت صحية، إذا كانت خدمية، إذا كانت في الدوائر عندنا شغل. من تقول لي يا بتقدم نفسك حقيقة، تقول لي يا بأني صحفي كذا وأخوك أو يعني أريد عندي هيك شغلة وتدري عندي التزام، يساعدون. هذا ما معناه إنه أكو ارتياح للصحفي في العراق. يعني الارتياح إذا كان مصور إذا شو اسمه ارتياح، وبنفس الوقت توجيهات النقابة، نقابة الصحفيين العراقيين للصحفيين بصورة عامة حقيقة هو توجيه جميل وحلو. يعني بقيادة حقيقة الأستاذ مايد اللامي المحترم، يعني دائما يوجه الصحفيين نقل الحقيقة، عدم تسريب أي شيء غير حقيقي، وبالإضافة التعامل مع كل المؤسسات والمجتمع العراقي بأفضل صورة، لأنه هذا تنقل حقيقة الإنسان، تنقل تربيته عائلته، ولأنه هو يصير دائم. وحضرتك هسه موجود هنا تنقل مو بس وكالتك،
يعني تنقل كل صحف من تعاملك ومن كلامك الطيب، واحنا بنفس الوقت نشكر زملائك حقيقه طبعا. يعني بهال لا انا بس مرت ربع يعني بالديكتاتوري لا 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 هم حقيقه ذول خلف الكواليس هم اللي تعبون اكثر، هم اللي يطلعوننا كل لو ما المصور حقيقه ماكو تلفزيون ولا اكو جريده ولا اكو ايش اسمه لو ما التلفزيون يعني قصدي لو ما المصور. استاذ كريم اذا كان يقصد الديكتاتوريه بالتوجيه للمصور وكذا، لا المصور اذا كان محترف المراسل ما اليه دور. انا اشكركم جزيلا، شكرا لكم، شكرا مع الله يسلمك، كل التوفيق لكم ولقناتكم المحترمه. شكرا جزيلا استاذ. السلام عليكم استاذ، اسفين اخرناك. لا حبيبي على راسك، شرف فيك. تحيه طيبه لقناه الفلوجه. شكرا، تحيه لكم مميز. الله يبارك فيك. شلون الشباب؟ الحمد لله زين وضعهم. الحمد لله وشكرا. زين، شلون نسبه الزواج في العراق؟ الشاب العراقي اللي يستطيع يتزوج لو صار والله اكيد، يعني احنا ما ننكر ان الظروف حاليا بالنسبه للزواج صارت صعبه ومعقده. يعني تكاليف الحياه، ضغوطات البطاله، قله الاعمال، هاي اكيد اثرت بالسهل على موضوع الزواج. يعني الشاب صار اكو عزوف عن الزواج اكيد. يعني الشاب خلينا نقول هو بعد بمفرده وده يحس انه في الضغوطات عليه وبدا يلحق على مستلزمات الحياه، فكيف هم اذا ارتبط بعائله وصارت عنده مسؤوليات واطفال اكيد راح يتحذر وما يخطوها الخطوه بسهوله. اليوم يعني هذا البناء، بناء الأسرة، يحتاج إلى ماذا؟ على المواطن أن يفعل وعلى الدولة أن تفعل أيضا؟ هي أكيد مسؤولية مشتركة. يعني المواطن أكيد أنه لازم يجتهد ويسعى ويحصل في وسيلة عمل توفر له الحياة الكريمة إلى عائلته، وهاي الظروف مستحيل أنه يوفر واحدة إذا ما كوفة دعم حكومي، توفير فرص عمل، أيادي عاملة، مشاريع، فالتوسع بالعمران، هاي كلها شيء مرتبط بشيء. تمام، حياك الله، شكرا. اهلا وسهلا فيك. اهلا استاذ، السلام عليكم. عليكم مرحبا استاذ. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله. شلون السيد المواطن؟ والله زين المواطن، مرتاح زين. اليوم ويا من طالع؟ والله ويا اهلي. اها، اليوم انت اختاريته لو هم خيروك؟ لا والله انا اختاريته، هم على اساس يروحوا للزياره، بس قلت لهم لا نمر بالمتنبي وبعدين الظهر نروح للزياره. زين، شوف الاطفال بهذا العمر يحبون هاي الجوله؟ طبعا مرتاحين، يعني فد متنفس متنفس للشعب يعني العراقي. والآن يعني الإعمار والترتيب بالمتنبي يعني صار قطب، يعني يقطب الجماهير العربية والعراقية. زين، شنو اليوم الأولويات عند رب الأسرة؟ أريد أسأل تحديدا أولوياته بالحياة، أولوياته بالمطالب. والله إيصال أولاده يعني بالدراسة والعيشة الرغيدة لأولاده والأطفاله، دول أحفادي يعني. أنا ما شاء الله، الله يحفظك. ما شاء الله. إيه، وهنا عائلتي قاعدين هنا. الله يحفظ العائلة الكريمة. الله يسلمك. شكرا جزيلا، تحياتنا العائلة الكريمة. شكرا قناة الفلوجة. الله يبارك فيك. اللي مبدعة يعني حقيقة. شهادة. بها برامج حلوة وقيمة، أنا تابعها، بس قلت لهم للولد إنه ما تطلع عندي بس صوت، طوني التردد، قالوا هذا دخل. إيه هذا التردد هسه يطلق يا شباب. إيه كانت بس صوت يطلع عندي. سوي له مساحة وسوي له تحديث وتنزل. ممنون. شكرا أستاذ. أهلا وسهلا. نورتني. أحبتي المشاهدين، كل ما قيل هو على لسان السيد المواطن. إذا كان انتقاد، إذا كان اتهام، إذا كان كلمة ضد مسؤول، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. هذا الحوار انتهى حياك، هذا الحوار انتهى من القشلة. لكن قبل أن ينتهي، رسالة إلى من يهمه الأمر أو إلى من يعي هذه الكلمات. أدخلتم حرفين في بلدي، راء قلبت الحب إلى حرب، وميم بدلت السلام بالسلاح. قال الحبيب المصطفى: من آذى المسلمين في طرقهم ينبغي عليه لعنتهم إلى يوم الدين. ألا يكفي موتا؟ ألا يكفي حربا؟ ألا نستحق الحياة؟ خلقنا لنحيا لا لنموت. السلام على الإسلام. في أمان الله.